طيب النادي الاهلي عمل ايه تاني؟ انا بس وانا بتكلم مع حضراتكم كده لازم لما بنيجي نتكلم بمنطق وبعقل، بمنطق وبعقل. نادي الاهلي، مقر النادي الاهلي في الجزيره، ايه اللي حصل فيه من انشاءات؟ مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، ايه اللي حصل فيه من انشاءات؟ مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، ايه اللي حصل فيه من انشاءات؟ حواري لحضراتكم دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم ايه اللي حصل. تخيل حضرتك التكلفه اللي عملها مجلس اداره النادي الاهلي خلال الاربع سنوات اللي فاتوا علشان يطلع الانشاءات والصالات اللي حضراتكم هتشوفوها في كل المقرات، وانا هشرحها لحضراتكم وانا بتكلم. تخيل حضرتك، انا راجل بحب اسال في التفاصيل شويه، بحب اعرف التفاصيل. ده في مقر النادي الاهلي في الجزيره. فحضراتكم زي ما انتم شايفين ابواب بقى، بوابات وكل حاجه موجوده، دي جديده. واحنا بنتكلم كده مع حضراتكم بنتفرج. هي الحاجات دي بتتكلف فلوس ولا النادي الاهلي بيعملها تبرع؟ الناس بتتبرع له؟ لا، النادي الاهلي بيدفع من ميزانيته كل سنه مبالغ ماليه طائله طائله علشان الانشاءات اللي حضراتكم شايفينها دي بتخدم اعضاء الجمعيه العموميه اللي موجودين في النادي الاهلي وبتخدم البلد. ده اهلي زايد. حضرتك بص الحاجات الجديده اللي بتتعمل في اهلي زايد، وشوف التطور في الانشاءات بشكل كبير جدا ازاي. طيب هو ده منين يا جماعه كله؟ طب انت عايز توصل لايه يا اسلام؟ هقول لحضراتكم انا عايز اوصل لايه. هقول لحضراتكم حالا انا عايز اوصل ليه. واحنا بنتكلم او احنا بما اننا عند الشيخ زايد او في فرع او في مقر الشيخ زايد، عايز اقول لحضرتك ان الصالات اللي بنيها النادي الاهلي سواء تنس طاوله، خلينا نتكلم عن تنس الطاوله، النادي الاهلي مقدم 150 لاعب ولاعبه في السنوات القليله الماضيه لمين؟ لمنتخب مصر. النادي الاهلي النواه الرئيسيه لكل المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب. لو اتكلمت على الكاراتيه، النادي الاهلي مقدم من 170 ل 190 لاعب على مدار السنوات القليله الاخيره. لو اتكلمنا على الجمباز، شوف اعداد النادي الاهلي مقدم للمنتخبات الوطنيه قد ايه، سواء جمباز او سكواش او تنس طاوله او كاراتيه.